كغيرهم من السوريين الذين لجأوا إلى بلدان اللجوء وخاصة الدول العربية، يواجه الطلاب السوريون في مصر ولا سيما الحاصلون على شهادات جامعية من الجامعات المصرية صعوبات كبيرة في الحصول على فرصة عمل بمجالاتهم الدراسية، رغم الامتيازات التي منحتها الحكومة المصرية لهم سواء في التعليم أو الصحة. وعند التعمق في تلك الصعوبات نجد أن أولى العثرات تبدأ مع أولئك الحاصلين على الشهادة الثانوية من سوريا بسبب الرسوم التي تفرض عليهم لمتابعة دراستهم والتي تقدر بنحو 50% من الرسوم المفروضة، إضافة إلى الرسوم الباهظة التي يحتاج إليها الطالب السوري الراغب في إكمال الدراسات العليا، إذ يجب عليه الدفع بالدولار والجنيه الاسترليني وفق رصد تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا. مصاعب كثيرة تواجه الخريجين السوريين الجدد في مصر، حيث لا يقتصر الأمر على العمل والدراسات العليا فحسب، بل هناك مشكلة الحصول على الإقامة التي تمنح عبر عدة طرق، إما اللجوء أو للدراسة أو العمل، إضافة إلى الإقامة السياحية التي لها عيوب منها قصر مدتها التي تبلغ 6 أشهر، كما أن الحاصل عليها لا يستطيع مغادرة مصر، وفي حال غادر ويريد العودة فهو مضطر للحصول على تأشيرة دخول يصل ثمنها إلى 1400 دولار.